يا ابي عادي لو وصلت الارض طيب يا يا لابو ابراهيم وصل لي يا سلام يا القاصدين النبي وياكم اخذوني مني تزور انا مجروح داووني يا القاصدين النبي وياكم اخذوني مني تزور انا مجروح داووني يا القاصدين النبي اخذوا تحياتي بلغوا حال بقهر بالقلب لجماتي قولوا لابو فاطمة يسكي بالدمعاتي وعيوني ما يهن خلاص يا ناس عينوني يا القاصدين النبي وياكم اخذوني اتمنى مرجب دي مسير الضعل وبراء وعبن أبعد زمول العيس يا يابا يا يابا يا يابا وبراء دخيل اللج بن يعقوب وبراء طيب خاطري بفراق الاحباب وعيوني ما يهن خلاص وانقطع دموعي والعمر واللون قاص بالحزن واللوعي يا القاصدين النبي بلغوه موجوعي مدي اصل حضرته وين اللي يوديني يا القاصدين النبي وياكم اخذوني اتمنى زوروا انا مجروح داووني مدي اصل حضرتي دار كل ساعة واشكي لكل الجارة وزل الوجاعة وادخل على راضيته وجملة تتباعة ويا الحجيج المشى وفرح عيوني يا القاصدين النبي وياكم اخذوا القلب والعاقل وتمرد فادي شقشي وشقول البعاد ما يطفي لوقادي نيران تلهب هلي بحشا يداوني يا القاصدين النبي وياكم اخذوني اتمنى زوروا والآل وشعب قلبي مسير الحاج
صحيت وينك يا حاد الظعن والليل طريح وما ما يردون الجواب نيران ما تنطي في تسعار الدلالي بقلب حس اللظى من قطع الوصالي يوم رحلوا للنبي ضيعت امالي قدمت هذا الطلب للي صبروني يلقى قصدين النبي وياكم اخذوني اتمنى قدمت هذا الطلب من ضيبي ولامي من حصرتي يا خلق يا سادة يا كرامي ما نام ليالي الدجى والعاقل شتهامي بلكي إلى الهاشمي يا هل توصلوني وياكم اخذوني اتمنى زوروا انا مجروح داووني آه آه يا بي يا بي ما مر ليل الدجى نحو أظلم وجهي إلا ومقلى الصباح فرخ براسي وجن والله لا صباري عالصبا وصلين ادعى وادعى ودليلي بنيران الهجر وصلين والله من يوم قاد الضعان عني قطع وصلين ما عاد عرف الليالي شلون راح الوجد بلكي إلى الهاشمين بالعدناني توصلوني أهل الرحم وحالي عدماني وإن كان حملي ثقل بالدرب يا إخواني عوفوني برضى الخلايا جواد تخذوني يلقى قصدين النبي وياكم اخذوني أتمنى زوروا أنا مجروح داووني عوفوني برضى الخلايا قد رحمة الباري بلكي بعطف علي لوصال المختاري مو نحل من للجسد والعاقل من آري ما ظل صبر وارتجي بس لا تخلوني ما زالت تمجيد الصوت الشباب تواصل حضورها والرحاب الزاوية القادمة الإمكانية في محافظة دير الزور مع المدافع العراقي الحاج صباح هاشم الدناني عندك يا مولاي تنظر على حالتي تستجب دعواي توصلني لأرض النبي ونولانا الغايب
وشي عبرت المصطفى المأمون يلقى قصدين النبي وياكم خذوني أتمنى زوروا أنا مجروح داووني فالل على رجلي لدق الدروب لدق الدرب مارود وعلى الحاضر مشرع دوم مارود اف عذي رابط المختار برود وصندل والماء بالهوى اشتم عطر حضريته وازوري لاصحابي صديق تاج العلم وزاكي الانسابي فاروق عز وفخر في يوم الاصحابي عالمحنة الهم ذكر لازم يحضروني المحنة لهم ذكر لا صاحديهم بيهم اصرار وعازم مشهود ماضيهم اشتك احوال بقهر والله انتخي بيهم مقيود واصرخ هلي وردودي فكوني أتمنى زوروا أنا مجروح داووني مقيود واصرخ هالي ما ظل صابر بيا ما عندي غير الذكير وامداح بطارية هذا القصيد نعيده ومبعوث برقية من ابن صالح إلى من بيه مجنوني يلقى قصدين النبي وياكم خذوني أتمنى زوروا أنا مجروح داووني يلقى قصدين النبي وياكم خذوني من يتزور أنا مجروح داووني يلقى قصدين النبي وياكم خذوني أتمنى زوروا